الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. لفت انتباهي بعض التعليقات من بعض الإخوة، إما من الشيعة أو من الحداثيين، وكلا الفريقين لم يطلع اطلاعا صحيحا على العلوم الإسلامية عند أهل السنة والجماعة، إنما غاية ما ينظرون نظرة سطحية عامة أو سمعوا الكلام من غير مصادره. حول قضية عدالة الصحابة، بعضهم يقول لماذا الصحابة معصومون؟ هذا الكلام الحقيقة غاية في الغرابة، وتجدد حينما ذكرنا شيئا ما عن معاوية بن أبي سفيان وكلام أهل السنة والجماعة فيه المعتمد، تجددت قضية عدالة الصحابة. الصحابة عدول، أهل السنة والجماعة إذا ما رأوا في الإسناد صحابيا خلاص حكموا عليه بالعدالة. كيف يحكمون على عدالة الصحابة والغير الذي لم يدرس العلوم الشرعية على أصولها؟ ما يقول لي والله هذا دكتور في الحديث النبوي، ها درس في جامعة، ويقول خلاف ما تقول. خد درس أي جامعة؟ في ثلاث أرباعها من المستشرقين والربع الآخر من المستغربين، وأخونا أصلا لم يتقن العلوم الأصلية، لم يقرأ كتابا واحدا بالإسناد. نعم، وين أخذ كرتونة علقها في البيت؟ هذه لا تقدم ولا تؤخر. قضية عدالة الصحابة، المسألة هولت وضخمت وعظمت إلى درجة هائلة، حتى كانت شبهة عند كثير من الناس من خارج دائرة أهل الاختصاص. ما معنى العدالة؟ العدالة ما هي؟ هي ملكة راسخة في النفس، تحمل صاحبها على اجتناب المفسقات وخوارم المروءة. إذن قولنا صحابي عدل، ما معنى عدل؟ ها أنه ليس فاسقا، ما عرف عنه مثلا شرب الخمر، ما عرف عنه مثلا الزنا والعياذ بالله، ما عرف عنه أنه يرتكب خوارم المروءة، الأشياء التي لا تليق بأمثاله. هذه العدالة. الذي يعترض علينا عليه أن يبين لنا أن الصحابي فلان الذي رويتم عنه، كان فاسقا، ارتكب 1، 2، 3، 4، وإلا فهذه الدعوة لا تقبل، لأن القاعدة تقول الجرح لابد له من التفسير، ولا يقبل الجرح إلا إذا كان مفسرا. أنت تفترض أن الصحابة ليسوا عدولا، ثم تطالبنا بهذا الافتراض بينما أهل العلم وأهل الإتقان افترضوا كلامك هذا افتراضا في البداية، ثم قاموا بدراسة ميدانية وثبت عندهم بالدليل القاطع أن هؤلاء الصحابة جميعا من العدول. وانتبه جيدا، أتكلم عن العدالة وهي أحد شروط الرواية. هم أخوان هؤلاء الذين يعترضون لا يفهمون شيئا. العدالة ما هي؟ شروط الرواية عديدة، حتى يكون ثقة لابد أن يكون عدلا ضابطا. الضبط بالنسبة لموضوع الحفظ، والعدالة دين هذا الإنسان. طيب، رأينا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ورأينا أنفسهم، الواحد منهم يضع وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهره إلى العدو، فالنبال تكون في ظهره مثل القنفذ. رأينا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الواحد منهم يمزق جسده وهو يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. رأينا أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف الأول في معركة
اليمامة. رأينا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الصف الأول في القادسية، رأيناهم في الصف الأول في معركة اليرموك يبذلون النفس في سبيل هذا الدين، ويموت الواحد منهم ليس عنده ثياب يلبسها. مصعب بن عمير من أثرياء مكة حينما استشهد غطي جسده بالإذخر، لم الثياب ليس كافي للتكفين. رأينا سيرته وقرأناها. طيب أنت تفترض عدم العدالة فيهم، أرني هذا، أرني عدم العدالة في هذا الصحابي الذي أنت تزعم، أرني بإسناد صحيح أنه ليس عدلا. إذن كلام مرتجل، كلام غير علمي، كلام مفترض يقابل كلاما علميا موثقا مدققا محققا وبالدليل، ثم بالدراسة ميدانية تتبع أحوال هؤلاء جميعا. في بعض الصحابة شرب الخمر صحيح، وفي بعضهم حد بالقذف صحيح، وببعضهم زنى وحد بالزنا صحيح، لكن هؤلاء ليس هم روايات. بس في منافقون كثير في المدينة، وفي المدينة مرضوا عن النفاق. النشرة لم يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى إلا بعد أن وضحها وبينها، أعطاها لحذيفة. صلى عليه المسلمون الكبار، من قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، إذا النبي لم يصلي عليه، إذا هذا منافق. بعد ذلك كبار الصحابة كانوا ينظرون، هل هذا يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ لا يصلى عليه، إذا منافق. طيب هؤلاء المنافقون أين هم؟ انقرضوا، ذهبوا، أولادهم صاروا مسلمين وعاشوا بأجواء الإسلام، وهذا سبب رضا الشريعة عن وجود هؤلاء الناس. لماذا؟ لأنه هذا منافق. بعد ذلك عزة الإسلام، الطفل الذي تعلم في المدارس الإسلامية سيكون مسلما، فانقرض النفاق. من كان فيه بخصوصه حادثة أو سبب نزول أو آية أو حديث يذكر اسمه، بني الأبيرق فعلوا كذا وكذا، الجد بن قيس نزل فيه ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني، فلان نزل كذا، إذا احتاجوا إليه ذكروه. أما فمر رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من هذا، ما في داعي لذكره، خلاص بس علموا جميعا أن هذا لا يروى كلامه. طب لماذا لم يذكروا اسمه؟ لا حاجة لهم به، خلاص انتهى الأمر. ثم قاموا بحصر وسبر لكل من روى من الصحابة، فقالوا هم عدول. بعض إخواننا من أهل السنة ومن غير أهل السنة يتصور أن عدالة الصحابة هي حكم سابق، احنا قررنا نحن في البداية أن الصحابة عدول وتتم الأمر. لا يا بابا، انت ما تفهم عن شيء. قرروا أن الصحابة عدول بعد الدراسة الميدانية لأحوالهم، ولذلك قالوا ماذا؟ الصحابة الرواة، انتبه، كل من روى من الصحابة فهو عدل. طيب الآن النتيجة المرعبة التي تفاجئون بها، وهي الدراسة الكمية لتعلم كم عدد الصحابة الرواة الذين يسهل جدا حصرهم إذا رووا، إذا جمعوا كل راوي جعلوا له سيرة ذاتية. فالصحابة سترى الأعداد بنفسك، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني أكثر تقدير قيل فيهم 114,000، ربما تجد آخر يزيد يعني عدة آلاف ليس أكثر، يعني لم يصل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى 120,000. ثبت على هذا، ثبت على الذين حضروا حجة الوداع 114,000 أو 110,000، انتبه لهذا الرقم، إذن عدد كبير جدا، 100,000 ليس قليلا. من روى من هؤلاء الصحابة؟ الإمام الحاكم أبو عبد الله الحاكم يعني قال كلمة هكذا تقديرية من عنده، قال عدد الصحابة الرواة 4,000، وهذا أكبر تقدير يحصل في الأمة الإسلامية، ما في أحد قدر أكثر منه.
تمام. لماذا؟ لأن مطلوب منك أن تبين أين هم، أين أسماؤهم هؤلاء. جاء الذهبي وتعقبه فقال لا لا لا, لا يصلون إلى نصف هذا العدد، يعني حوالي 1800 الذهبي. طيب يعني خلينا على رواية الحاكم اللي هي أعلى تقدير، أقل من 4% بالنسبة ل 114,000، إذن أقل من 4% رووا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أكثر من 96% لم يروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا، أقل من 4% من الأعداد الهائلة من الصحابة. على رواية الذهبي أقل من 2%، أقل من 2%. تعال إلى المرويات الفعلية التي بين أيدينا وكتب أهل الإسلام ودواوين أهل الإسلام المعتدلة المتداولة بين الناس، تعال انظر إليها. من أعظم كتب السنة معروف كتاب مسند الإمام أحمد، هذا واسع جدا، فيه الصحيح وفي الضعيف، عدد الصحابة في مسند الإمام أحمد 904 بما فيهم النساء، يعني في مسند أحمد الذي هو أوسع من البخاري ومسلم والكتب الستة مجتمعة، في مسند أحمد 904، يعني أقل من 1%، أقل من 1%. تعال إلى الكتب الستة عدا الإمام أحمد، أحمد ليس من الستة، الكتب الستة يعني الصحيحان والسنن، الكتب الستة كم عدد الرواة فيها؟ 691، 691 راويا، 691 راوية، تصور حوالي 0.5%. في الكتب الستة من أصحاب سيدنا رسول الله حوالي 0.5%، أكثر من 0.5% بقليل، يعني كل 200 صحابي واحد منهم يروي، هذا مع 0.5%، أو تقريبا قول 220، كل 220 يروي منهم كم؟ واحد. طيب هذا الأمر يصعب رصده، يصعب بيانه، قرروا هذا الصحابة الرواة حدول. الإشكال من أين جاء في عقول بعض أهل السنة؟ من بعض الشيوخ الذي ظن أن هذه نتيجة، ليست نتيجة بحث، أن هذه عبارة عن قضية مسلمة قبل البحث فيها، ما دام الصحابي خلاص توقف عن الكلام فيه. لا، هم قاموا بالدراسة الميدانية وبينوا هذا بدليل ماذا؟ بدليل أن الرواة الصحابة الذين حصل منهم كذا وكذا وكذا لم يروا عنهم شيء. طيب حصل منه شيء وتاب بعد ذلك، خلاص تاب واناب، انتهى الامر، تاب. اعظم راويه من رواه قبل اعظم راويه، هؤلاء اللي ايش الصحابه قلنا حوالي 114,000. كتاب اسد الغابه 7554 الأسماء الموجودة من الصحابة. الإصابة لابن حجر، طبعا الإصابة انتبه جيدا، يعني حد الصحابي ليس يعني لماذا كتاب الإصابة أوسع؟ لأنه حد المختلف في صحبته يذكره، المختلف في صحبته يذكره، ابن حجر لم يذكر فقط اسم كتاب، اسمه الإصابة في تمييز الصحابة. انتبهوا عنوانات الكتب رضي الله عنكم، إياكم أن تقعوا في الخطأ. الإصابة لم يق... الثاني قال أسد الغابة في الصحابة، هذا إصابة في تمييز الصحابة، هذا صحابي أم ليس صحابيا، فذكر المجمع عليهم، ولذلك العدد هنا سيزيد، لأن هناك من هو مختلف في صحبته، بل هناك من لم تثبت صحبته وذكره، لم تثبت الصحبة لكن ذكره ليبين أن هذا لم تثبت صحبته. لذلك 12,000، خليه 12,500، لنفرض أنهم جميعا صحابة، أنهم ثبتت يا أخي، كل ما جاء في الإصابة ثبت صحبته، 12,500 يعني 1%، 1% من الصحابة عرفت أسماؤهم، 1/10 من هؤلاء روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، 900 تقريبا،
عند الإمام أحمد، وخليك في أوسع الاحتمالات كلام الذهبي 2%، وخليك أوسع الأوسع كلام الحافظ الحاكم 4%. أعظم راوية من رواة الصحابة الذي حصل قيل وقال بعض الناس من كلهم غير مختص، حقيقة يقينا تاما غير مختص، ويهزؤون ويسخرون أبو هريرة رضي الله عنه. كم هذا الذي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، كم حديث روى؟ كل ما رواه أبو هريرة من صحيح وحسن وضعيف كم وصل عدد؟ 5374. أوه كثير جدا. دينكم هذا كله مأخوذ من أبي هريرة؟ لا يا أخي، استنى شوي، اصبر علينا قليلا، اصبر علينا قليلا. هذه ما فيها من صحيح وضعيف وحسن. قاموا بعد ذلك بغربلة أحاديث أبي هريرة التي انفرد بها، الصحيح منها 110 حديث صحيح انفرد به أبو هريرة، وبعدين جاءت هذه الأحاديث. هل بنينا عليها الدين وحدها؟ دخلنا في نفق طويل من الأنفاق اسمه ماذا؟ الاستنباط. هل هذا الحديث يوافق باقي الأحاديث؟ وافقها خلاص توكل على الله. هل هو متواتر؟ إذن خلاص يعمل به لا محالة. هل هو مشهور؟ يعني قد يلحق بالمتواتر. هل هو أحد؟ ينظر هل عارض ما هو أقوى أم لم يعارض. حصلت معارضة سقط إذا لم يمكن التوفيق. عارض القرآن ذهب إذا لم يمكن الجمع والتوفيق. وضمن آليات صعبة معقدة. فهذا المسكين الذي يعيش في الهواء الطلق ويقول هذه أحاديث وهذه مرويات شفهية وافترضوا عصمة الصحابة، يا أخي أنت مسكين والله ما تفهم شيء. عصمة الصحابة عندكم أنتم، قلتم عصمة الأئمة، ما في عندنا عصمة إحنا إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا سر ثوران جهلة أهل السنة عليه في المرة الماضية حينما تكلمت عن معاوية الكلام الذي قاله أئمة الإسلام جميعا. سر ثورانهم ما هو؟ تصور أني أتكلم في الصحابة، ما أتكلم في الصحابة، ما حصل مني أبدا، والله الذي لا إله غيره. والكلام الذي ذكرته في معاوية شتمني من أجله كبار الشيعة، ذكرت ما قاله ابن حجر والنووي وابن كثير وكل علماء الإسلام، لكن غاية ما في الأمر أنه هذا المسكين تصور أنه الصحابي لا يمكن أن نقول مثلا الحديث لا يبغضك إلا منافق، قلت إن ثبت البغض فهذا نفاق عملي. كيف تقول عن صحابي نفاق عملي؟ إذا تعرف ما هو البديل يا مسكين؟ ما هو البديل؟ ما يريد الشيعي أن يورطك فيه أنه منافق نفاق اعتقادي مخرج من الإسلام، هذا هو هذا البديل. ما هو حديث صحيح ما تفعل؟ صح، ما في مجال. أما تأتي بتأويلات بعيدة كان يقاتله وهو يحبه، يا شرك لا، أنت حريص على قتال إنسان وأنت تحبه؟ هذا مستحيل. هذا لا لا، هم يحبوا بعضهم بعضا، هذا كلام القصاصون قد يأتوا بقصص، قد يأتون بقصص تروغ تسوق على العامة. لا يا أخي، افرض حصل قتل والقتال، القتل والقتال كبيرة من الكبائر لم يخرجوا بها عن الإسلام للآية القرآنية إن بغت إحداهما على الأخرى، وصفه بأنه باغي بلا شك، باغي الباغي ظالم، وهكذا ظالم يعني ليس كافرا. ف رفض عدالة الصحابة رفض للعلم الموضوعي المدقق المحقق، ورفض لجميع جهود علماء الأمة الموضوعية. ولماذا أقول موضوعية؟ لما ذكرته في لقاء سابق وأذكركم به، وهو ماذا؟ وهو أنهم لماذا رووا هذه الأحاديث التي تحرجهم؟ يعني ما دام أهل السنة قاموا بمؤامرة وتواطوا على البيت وهم على أهل البيت وهم نواصب وكذا وكذا وغصبوا الإمامة من يستحقها، طيب لماذا يحرجون أنفسهم بهذه الأحاديث؟ البخاري هذا الذي يشتمه الشيعة صباح مساء
لقصة أنه لم يروي عن البيت، وبينا بطلان هذه القصة في تسجيل خاص سمينا البخاري ومسلم لماذا لم يروا عن الشيعة عن أئمة البيت. هذا البخاري رحمه الله لماذا يحرج نفسه بمرويات تعظم علي بن أبي طالب؟ ها؟ لماذا مسلم يفعل هذا ويروي لا يبغضك إلا منافق؟ لماذا يروي حديث معاوية لا أشبع الله بطنه مسلم؟ لماذا يتعب؟ لماذا لا يحذفه ويرتاح كما يفعل الآن الوهابية والشيعة؟ كل شيء لا يعجبه يحذفه ويرتاح، لأنه عندهم موضوعية، دقة، خوف من الله سبحانه وتعالى. هذا هؤلاء الأئمة الذين رووا هذه الأشياء التي هي نعم مثار إشكال يدل على صدقهم وأنهم لم يكتموا شيئا من العلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حديث أبي هريرة 5374 كل ما حفظه أبو هريرة مع الصحيح والضعيف والحسن، ومع أغلبها شركه في الناس، انفرد بحوالي 110 حديث. كم هذه بالنسبة لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نسبة ضئيلة جدا. نعم هو لكنه أكثر راوي، ما هو ما أكثر راوي، هذا الذي بعده يكون أقل منه. إذن نفهم من هذا قلة الانفراد في الروايات مع كثرة الأحاديث، أن الأحاديث هذه أغلبها لم يأتي من طريق واحد، الذي جاء من طريق واحد قليل. إذن يا إخوان يا جماعة يا أحباب، ثقوا بهذه العلوم، فهذه العلوم جاءت ممزوجة بالدقة والتقوى لله سبحانه وتعالى وابتغاء وجه الكريم جل جلاله. نسأل الله جل جلاله أن يرضى عن أولئك الناس الأئمة العظام الذين جمعوا لنا هذه العلوم وأن ينفعنا بهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.